انا شايف ان الدستور ده طبعا ما فيش دستور كل الناس بتتفق عليه، وما فيش دستور ممكن يكون كل الناس راضية عن كل حاجة فيه. انما لما نيجي نشوف الدستور ده بيحقق طفرتين شديدتين في التعليم وفي الصحة، اللي انا بشوف ان احنا مشاكلنا الرئيسية جت من انهيار التعليم، وان الناس مش لاقية ان هي تتعالج. الدستور ده بيوفي الاثنين دول بتحديد نسبة من الدخل القومي. اكملا، هذا الدستور هو الدستور المناسب للمصريين في المرحلة اللي احنا فيها، وانا قلت نعم وبدعو كل الناس انها تقول نعم. طب وبالنسبة للرياضة دكتور، حضرتك شايف الرياضة؟ انا شايف ان طبعا ان كنا ان الرياضة يجي لها بند في الدستور ده شيء جميل، وان احنا نرتبط بالمواثيق الدولية علشان ما حدش كل شوية يجي يعكلنا في قانون الرياضة يتنافى مع المواثيق الدولية. انه يكون في بند في الرياضة، يعني الدولة بتعتبر الرياضة من الاساسيات في حياة المصريين، ده شيء رائع. كلمة للزملكاوية يا دكتور؟ كلكم قولوا نعم، وان شاء الله بنعم بتاعتكم والزمالك ياخد الدوري ان شاء الله.